ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا دمشق. السلطان الجائر. شو بسلطان في هذه الأيام، لكن ليس بسلطان محبوب، إنما مرهوب ومهروب منه لا مجال ولا محال. فلا أحد حقا يستمتع بالشوب اللي من نوع السلطان، والشوب سلطان لكنه من هؤلاء السلاطين الجائرين تعيش تحت وطأته طيلة فترة ولايته التي تمتد صيفا كاملا عندنا مكونا من 3 شهور. وعادة ما يزداد الشوب جورا في أربعينيته الشهيرة، ولكن من طبع الإنسان التحمل، وخاصة الفقير العاية في التنك الذي لا تسمح له ظروفه حتى بالاختباء في الظل، فترى الشوارع خالية إلا من المضطرين. حتى العشاق أجلوا مواعيدهم إلى المساء، من تمكن منهم فعل ذلك، فمنهم من لا يسمح لهم أهلوهم بالخروج بعد المغيب. يا حبيبي نصف الباعة الجوالين اختفوا، وخاصة البياعين اللي من صنف دير بالك ولا تغلط بشي كلمة قدامه، وكذلك الشوفير الذي يزلقك بالحديث ضد الحكومة بينما أنت قلبك من الشوب لاوي ومالك أصلا بهالبلاوي، إلك بالرجعة على البيت والهبوط الحر إلى ما تحت الدوش البارد. بس من حظك رح تنزل المي سخنة مثل النار، لأنه حضرتك حاطت خزانك على السطوح وليس على السقيفة. بس اسمعها مني، الماء المسخن بواسطة الشمس مفيد، فلا تنق ولا تتشلوط وتنشف، واخرج مسوخنا عوضا عن الخروج مبوردا، واجلس مقابل المكيف، وما هي إلا لحظات حتى تبورد، وستكون هناك مفاجآت بانتظارك. فزوجتك الحرداني على بيت أهلها تعود إلى بيت الطاعة برضاها، ذلك أنه ما في كونديشن بيت أهلها، مع أن لما طلعت حلفت مليون يمين إن ما بترجع لهالبيت إلا إذا حققت لها شروطها على داير بارا. وما إن هلت موجة الحر حتى رآها الجيران قادمة ركضا من رأس الحارة، وصديقك اللي صرعك وهو يقلك نزيل لعنا على بيروت يا خيي، إجا اليوم لعندك وهو مقرر يقعدله شي أسبوع بالشام لحتى يخف غضب السلطان الجائر، مع أنه عندهم كونديشن بيروت وكونديشن آخر صرعة بيجمد السبيرتو وبيوقف شعر الأبدان من شدة البرد، بس ما في كهرباء، عم يقطعوها كل ما تيسر لهم. وتنبسط على جيد صديقك من لبنان كي يتمتع بالشوب في رحاب مكيفك الذي لا تنقطع عنه الكهرباء، وتستيقظ في الصباح فإذ بالكهرباء وقد عادت إلى عادتها الأثيرة القديمة، ألا وهي الانقطاع. ويا للخجل قدام البيروتي اللي عم يشخر ومو دريان بقطعة الكهرباء، يا ألف مرحبا، عساها تعود قبل أن يستيقظ، عسى المساء بيهب النسيم، عسى بالليل تبرد الأجواء، عساك تصعد في التاكسي ولا يقول لك الشوفير شوب، فاتحا بذلك الحديث الذي سيتوج بخورفتك وأنت تدفع 50 وهو يقول لك معوضين. إيه بس العداد 20 مزبوط حبيب، بس هدول حق الفتلة بالشوب مو حق البنزين. اللهم خفف من ظلم الحر علينا، قولوا آمين آمين. هكذا حدثنا من دمشق. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.